خير رضا قال لي شو في؟ يا سلام، عندك رسالة. شو هالخط؟ شكله نسيان الكتابة. والله صاحبنا اليوم عم يمشي كل خطوتين سوا، طاير من الفرح. قول ما شاء الله. ما شاء الله. اساسا انا متوقع هالشي. شو؟ انه هالزواج ما راح يضلوا على الورق. شو ليش عم تضحك؟ لا لا ولا شي. شوفي وحياتي عندك قول. شيرين، خلصنا بقى، لا عاد تحلفيني مثل الاولاد. طيب، احكي لي، عشو كنت عم تضحك؟ شو الموضوع؟ لك اليوم الصبح انا كنت عم بشتغل بالحديقة. ايه؟ شفتهم طالعين من غرفة الضيوف. مو معقول. لا كمال، مو مصدقة. من الأول كنت بعرف إنه جسور وسوهان بيحبوا بعض، صح إنهم بيضلوا مثل الزيت والنار بس مستحيل يفترقوا. والله صحيح. بس شو معنى سؤالها؟ جسور خبرني قال في حدا عندكم بالمزرعة عمل هالشي مشان يأذيكي. بتوقع جسور كان بده ايانا نفكر هيك. شبهك. اليوم اجت سوهان لهون وكانت مو على بعضها، طلعت جاهدة خانم سامعتنا وقت كنا عم نحكي كمال، هي حكت كل شي لزوجها وقالت له عن قصة السلك تبع نازلي، وطبعا هو راح فورا خبر سوهان بالموضوع. ايه، وشو يعني إذا خبرتها؟ هن عم يتهموا جسور. شايفة كيف هنن على طول بيعملوا مشاكل وبيعلقوهم ببعضهم؟ هلا لا تخبروا للجسور بالسيرة. لا، هدول الناس مجانين عن جد ورح يجننوني معهم. اتصلي فيها لسوهان وشوفي شو القصص الثانية اللي وصلتها. ايه والله معك حق. شبكي لوين رايحة؟ عغرفتي. غرفتك صارت هون هلا سوهان. طول بالك حتى اتعود جسور. لا تطولي لحتى تتعودي سوهان. ادخل. ما اجت الكهرباء لسه ولازمنا حل، لهلا عم نشتغل على المولدة. بالله جد؟ والله انا ما كنت منتبه. اساسا هالفترة ما عم تنتبه على شيء. بتحب ساعدك؟ لا خلصت، ما في شيء مهم، عم بقطع وقت. بس ليش الساعة مقطوعة لهلا؟ كمال قطعوا لنا المي هلا، وفوقان خانهم بالحمام. بيكون في مي بالخزان، نحن هون ما عنا مضخة، خلينا نروح نشغلها. خلينا نروح على غرفتك مشان ما تاخدي برد، ماشي؟ هنيك ادفع لك أكثر. هالوضع مو مقبول أبدا، شو هاد؟ كل شيء مقطوع هون؟ إيه لا، يعني شو هالحالة هي؟ وين المسؤولين؟ يا خانم، جسور هلا رح يظبط لك كل شيء، يلا انت فوتي على غرفتك وارتاحي لنشوف اخرتها معهم. شيرين، ايه نعم. احكي مع امك اسأليها اذا صاير عندهم نفس الشيء. ماشي رح حاكيها. يعني مو طبيعي، شو هالوضع هاد؟ يا الله دخيلك خلصنا. ليك المضخة شغالة، شكله الخزان خالص كمال. المي الرئيسية مقطوعة يعني؟ لا لا، شكله في لعبة. هلا رح روح وشوف شو الموضوع. يعني في حدا سواها قصدك؟ مو اكيد، شفت لي قديش بتخدمنا المولدة؟ انا رايح هلا لحتى شوف. يلا تعال. ايه طيب ماشي ماما. حكيت مع ماما وسألتها، قال الكهرباء والمي ما انقطعوا عندهم. مثل ما توقعت، كورلوداك ورا هالموضوع هاد. سهان راحت على المزرعة كمان، بس طبعا تحسين بيك مانو موجود هنيك، راح لحتى يحضر العزا تبع مدحت، فلا ينشغل بالك. على الأغلب بدها تاخد شي من البيت.